اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل في ريكاب سبور، معكم احمد عداله في تعويضي زميلي حيدر. ان شاء الله غدوه يرجع لكم ويكون موجود معاكم هوني في استديوهاتنا في ريكاب سبور. نص ساعه باش نحكيوا فيها كوره. اليوم باش نتحدثوا على كواليس فسخ عقد لاعب الاتحاد الرياضي المنستيري بابكر سار، وعن تفاصيل اخرى تخص الفريق. باش نحكيوا زاده على المنتخب الوطني التونسي 24 ساعه قبل اولى مبارياته في تصفيات كاس العالم لتصفيات المونديال. غدوه نلعبوا ضد ساوتومي في ملعب حمادي العقربي بيراتس. كل هذا وأكثر نحكي فيه مع طارق الغديري. طارق على اليسار، مرحبا بك. مسك بالنور البارح على اليمين يوم على اليسار. بولي فالو خويا، اي كيما لعبت انا بالضبط. طارق مرحبا بك، بحذايا على اليمين زاد اليوم شكري. مسيان نلعب على الدوري رجوش، لا لعب اللي تحب، المهم خويا الكور تكويره صحيح. لا خويا مريك والمركز زاد يمركز باهي. لا كفرونات كام هكا هو معنا. طه في الاخراج الرقمي معاها علي بطبيعه، ومعنا زياد في الاخراج، معنا شاكر في الستاندار. لحظات ونحكيوا على الاتحاد الرياضي المنستيري. ريكاب سبور، ريكاب سبور كل يوم من الاثنين الجمعه من 6:30 ل 7 تاع العشيه. الاتحاد الرياضي المنستيري اعلن اليوم عبر صفحته الرسميه عن فسخ عقد متوسط الميدان بابكر سار. التفاصيل علاش تم فسخ العقد، شنو اللي قاعد يصير في الاتحاد الرياضي المنستيري، اللي كان مدربه محمد كوكي ضيف لهنا في موزايكا فام نهار الاحد مع زميلي مكي العوني في ريكاب سبور. حكى برشا حكايات وبرامو مازال برشا ما يتحكاه. باش نسمعوا هذا الكل والتفاصيل الكل مع الرئيس الهيئه التسييريه للاتحاد الرياضي المنستيري امير الحزم. سي امير مرحبا بك. اهلا بك، مرحبا احمد ومرحبا بكافه الضيوف. منورنا سي امير، تقريبا اول مره في موزايك، مانيش غلط؟ يمكن اول مره. مرحبا بك، شنو هي التفاصيل وشنو علاش تم فسخ عقد لاعب بابكر سار اليوم؟ والله تم الفسخ لاسباب، اولا اسباب فنيه، باعتبار انه اللاعب فقد المكان نتاعو كاساسي، معناتها في الليكيب. دونك الملاعب معناتها يمكن في البريود الاخر الكل معناتها كان يعاني من بعض المشاكل منذ معناتها يمكن من خسر الباص نتاعو كاساسي، ولا متقلق برشا، ولا فهم برشا مشاكل زاد صارت اوتور دو لي معناتها كيما نقولوا. دونك حاولنا نحكيو معاه وحبينا نتفاهموا معاه معناتها ونرجعوه معناتها الكذا، لقيناه معناتها طيب ياسر معاه، معناتها التأقلم نتاعو ما تمش معناتها كيما يلزم مع حتى مع بقيت الملاعبيه وكل شيء. دونك فضلنا مع بعضنا انه يتم الفسخ نتاع العقد نتاعو، واحنا كيف ما ساعدناش ملاعبي معناتها القيمه الماليه نتاعو، قيمه العقد الماليه معناتها قيمه كبيره برشا، ما ساعدناش احنا ملاعبي اجنبي زي كيف. قداش ببري القيمه الماديه نتاع القيمه الماليه قداش يخلص ببري؟ لكن تحب نعطي انا الرقم تو نعطي معناه اي اعطي انت تراح تفضلك اعطي صح ولا غلط. اسمع باش نعملوا مزيد على انا المعلومه اللي عندي اللي هو ساعه حبيت نخليك تونشيني سي امير. المعلومه اللي عندي اللي هو ياخذ 12000 دينار، هذه صحيحه؟ قداش؟ 12000 دينار. اي صحيح صحيح. وعنده 80000 دينار اللي هي المنحه نتاعو اللي كان خذاها في اول العام، صحيحه؟ لا 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 اكثر منك، هي خذيها 80000 دينار اما 80000. المعلومه الثالثه اللي هو في اول العام وقت اللي صح انت كنت وقتها امين مال ولا كاتب عام سي امير؟ نسيت. كاتب عام. هي كنت ديما نتصل بيك نثبتوا في المعلومات وقتها، خاصه في المباريات. هو يعطيك معلومه؟ لا والله لا لا. اسمع امير، راهو من اكثر العباد اللي ديسكريت في خدمتهم راهو. يعني انا نستغل الفرصه باش نحييه، وخاصه على شجاعته، لانه مش سهل انه توا تقدم مسؤوليه في ظروف الكره التونسيه توا. الحقيقه صحيح يستاهل التحيه على الشجاعه نتاعو. عايشك هي راهو بالحق، فينا رواحنا راهو بار اوبليغاسيون، راهو الواحد ما يكونش مخير، اما في كما نقولوا ديفوار نتاعو قدام جمعيته وكل شيء ما نجموش نخليه جمعيه راهو في قدام الفراغ. تعرفوا الظروف الكل اللي مرينا بها، سيد احمد البلي كان قدم وقتها استقالته وقال سي ما عادش نجم. انا جايينه سي امير، انا جايينه فقط خاطر زاد من بعدهم باش يسالوك وباش نتناقشوا احنا على الموضوع هذا تو نحكيو اكثر تكنيك. شو السالير نتاعو 12000 دينار كما كنا نحكيو، 8000 دينار هي المنحه اللي تحصل عليها وهي اكثر من هذا. كان رفض الالتحاق بالتدريبات بعد ما صح مع الاتحاد المنستيري مع هيئه احمد البلي في الاول، الا مشى لبلاده وقال ما نجيش نترينا الا ما ياخذ فلوسه. من بعد جاء يمكن المدرب مش متشجع به برشا، معناه هو بيدو قالها في موزايكا فام يحب على موزيس اوركوما وعنده اوركوما وعنده بيتر الياس الدريدي. هذا موضوع بابكر سار، كان عندك مضيفيه خاطر عندي زوز اسئله اخرين باش نخلي الاولاد باش يسالوا.
لا والله لا احنا ان شاء الله الملاعب يباعوا هذا مقابلات باهين من الاول معنا من بعد تراجع كما قلت لكم المستوى نتاعه دونك احنا خيرنا وهو جاي كيف لينا احنا اللي هو معناتها مصلحة الزوز اطراف انه ما يتم الفصل بالتراضي هذاك احنا زاد كيف مساعدناش كما قلت لكم معناتها باش نزيدوا كما نقولوا نقعدوا خلفه في ملاعب يقعد لا يلعب سيرتو اترونجي كما قلت واحنا زاد ما تنساش عندنا ملاعب ديانية احنا كنا عاملين له في اخر يمكن عاملين اي ديانية دونك هو نفس البوست نتاعه وعندنا زاد كيف بني مونغو زاد كيف نفس البوست دونك عندنا ثلاثه ملاعبيه ومعهم علي دريدي في الفلوس هذاك في البوست نتاعه دونك ما يقلقش برشا المدرب محمد الكوتشي في تعويضهم. بسرعه باش نسالك زاده على موضوع اخر اللاعب شهاب صالح الوضعي شهاب صالح اللي عنده ليغامون احنا يعني وقتها فسخنا العقد نتاعه تم بالتراضي الذاتيف وان شاء الله معناتها احنا هو معنا في الجروب خاطر احنا وقت فكينا للباس نتاعو باش كملنا مع الريكروتمون نتاعنا ما تعرفوا تم الاصابه نتاعو قبل ما يوصل الميركاتو دونك تم تعويضه وان شاء الله على هو قاعد معناتها قاعد معناتها خاضع للعلاج الطبيعي وكل شيء معناتها هو مع سامحني فسختوا العقد ولا جبتوا ليسونس ثم فرق؟ لا عملنا ريزيليسيون تاع العقد لانه هو تم مع ايداع العقد نتاعو ومن بعد طلبنا الفصل نتاعو باش نجمنا دخلنا خاطر كان اخر ملاعبي تم التعاقد معه دونك باش نجمنا دخلنا ملاعبي اخر وقتها ظهر لي النادي وقتها لا اله محمد رسول الله نسيت والله مش مشكل المهم تو كونوا باش يرجع في السيزون الجاي الاتحاد الرياضي المنافسي ان شاء الله اي السيزون الجاي بالطبيعه يرجع باكوم اكبوكي اللي صحح في الصيف واللي ما علمتوش على مده العقد نتاعو مشى البطوله العربيه ورجع هذاك كيف هذاك تم فسخ العقد نتاعو من الاول ومشى رجع للكوت ديفوار باهي السؤال الاخير قبل ما الاولاد يسالوك احمد البلي هل مازال في الدائره الموسعه اللي قاعده تقود في الاتحاد الرياضي المنستيري الدعم المالي قاعد يدعم في الفريق والا لا مازال عنده صوت القرار والا لا كي نقول صوت القرار راه بالطبيعه انتم رئيس هيئه التسيير ولكن تستشيروه في بعض الحاجات اي سيدي احمد ديما نستشيروه معناتها ديما فما حاجه نجم نستشيروه معناتها هو ما قصرش ولا خلى ملاعبيه لتو معناتها في النزل نتاعو معناتها دونك لوجي نوري هذيك عنده هو هذاك من معناتها ما نجموش معناتها نتعداو معناتها قدام معناتها تو في الوقت هذا باش تلقى شكون يخلي لك معناتها اكثر من لاعبين 30 لاعب نتاع كرة قدم زيد مبالي 20 زاد باسكيت يخليهم في النزل نتاعو ويقول لك انا مانيش ما عادش في الهيئه دونك احنا معناتها ما نجمو كان باش نشكروه وان شاء الله معناتها نلقاو زاد رجال اعمال اخرين اللي ينجموا يتكفلوا بحاجات اخرى ولا بشي برا نوع حبهم للفريق الاتحاد الرياضي المنستير. باهي سؤال مع طارق سؤال مع شكري طارق. انا زوز اسئله الحقيقه سمعت رقم هلايمات ما عرفش سمير ياكده لي ولا انه احباء الاتحاد المنستيري لحد الان فما 400 اشتراك فقط معناتها وهذا كان شتاع مجلس عام يظل لي نهار السبت على الجلسه صحفيه مع الصحفيين. بشوف والله هو باش نفعل 417 اللي كان ما خلفنيش 417 والله هو شيء حشم معناتها باش تقول في فريق كما الاتحاد الرياضي المنستيري معناتها عنده 417 اشتراك احنا بالحق راهو باش نعملوا نبذه توعويه هذيا باش نحطوا الناس الكل قدام مسؤوليات احنا تحملونا المسؤوليه كهيئه تسييريه واحد كل شيء على الملاعبيه وعلى كذا وعلى جيبونا زوريت وعملونا كذا زاد انت في المقابل اقل حاجه تعملها هو الاشتراك نتاعك معناتها انت باش تعاون ما تعرف الظروف صعيبه برشا معناتها حتى الممول الرئيسي نتاعنا اثناء معناتها يمر بظروف صعيبه دونك الناس الكل معناتها تعبه مش تحب تلعب انت على الادوار الاولى لازم الناس الكل تحط ايديها في العجينه كما نقولوا خاصه الفريق مش مقصر في السنوات الاخيره ويلعب في ملعب من الملاعب الممتازه في تونس مصطفى بشنات الحقيقه يعني ظروف باهي حبه الاتحاد المنستيري باش يقبلوا على الليزابون تاعهم عندهم الباسكيت عندهم باسكيت فريق هايل برشا باسكيت عندنا فريق معناتها زاد ممتاز يلعب البال معناتها والله احنا معناتها نقعد زاد ما نعرفش نقول لك راهو عندنا ديزونجاجمون معناتها في الباسكيت راهو زاد كيف راهو عندنا معناتها سنة ميزانية في قريبة 2 مليارات سنة باسكيت لا والبارة طلعت برشا في الباسكيت معناتها من المشاركة في الأفروليغ والنتائج الطيبة اللي قدمها الفريق والمواسم معناتها سنين الحقيقة معناتها خمس سنين دوبلي معناتها نسير معناتها اي دونك والله أبسط حاجة أقل واجب يظن اللي حبيها أقل واجب
ولا اذا كان ما احنا ما نعرفش احنا يمكن في النظر الصحفيه اتصلت الوضع على برشا نقاط. اما اهم نقطه هي هذه اللي هي حكايه الاشتراكات هذه، خاطر بالحق معناتها هذا احنا نعتبره اقل حاجه معناتها زي كيف الجمهور باش يحاسبنا وباش كذا، على الاقل انت كي باش تحاسب اخويا يكون مشترك وتفضل مرحبا. وسؤالي الثاني سمير يخص انتم كايا مدير قدامكم عروض تاع الملاعبيه نتاعكم المتالقين سواء في خاصه في الفريق الاول نتاع كره قدم، نعرفوا اتحاد منستيري ديما معناتها متميز وسباق يجيب ملاعبيه باهليه باهيين معناتها بقيمه ماديه الحقيقه مش كبيره برشا، وبعد يتالقوا يكونوا محط الانظار معناتها نتاع الفرق الاخرى. عندكم تو فما اتصالات ولا في خاصه والله اي بديت فما بعض الاتراك، فماش حاجه كما نقولوا اوفيسيال. اما فيصل مناي ولا لا والله بلوتو معناتها تراوري يعني الخليج في الخليج ولا بطوله تونسيه في الخليج. لا مش بالبطوله هذا مش تسويق راهو، احنا تو نسالوا واش تعطينا انت واسامي فرق باش نديروا عارفين. لا بالحق معناتها البرا اللي بروليفيك هو الحقيقه اكيد باش دونك مستعدين تبيعوهم معناها ملاعبين مثلا فيصل مناي يمكن يتباع. والله شوف إذا كان عندنا العروض معناتها كما نقولوا تكون عروض جدية وتكون عروض معناتها فيها مش تعاوننا كما نقولوا مش نعملوا احنا بأي الماركاتو هذا سامير ولا تكملوا سيزون؟ والله سا ديبون كما قلت لك احنا والعروض. العروض راهو راهو الزمك معناتها باش لازم باش نضحيوا بملاعبي باش نجموا نعيشوا البقية راهو سينو ما نجموش. هو لازم تنحيوا ملاعب باش تعيشوا بقية، إذا كان ثم شوية حديث هكا في لي كوليس موش مؤكد تشوفيه في لي باج فيسبوك وكل شيء يقول لك اومارو زاد ينجم يرجع للاتحاد هذا المنسير صحيح ولا غلط؟ لا اومارو بالي على ذمة الترجي الرياضي اذا كان فرط فيه تقبلوه معلي صعيب شويه جريت شويه سؤال من شكري الزعلاني باش نختموا به ومن بعد باش نعطيو تفاصيل الندوه الصحفيه اللي مهمه جدا. سامير مرحبا ويعطيك صحه وعلى خاطر الحقيقه معناها تقلت مقاليد الاتحاد المنسيري في وضعيه صعيبه وهذا معناه واجب اي واحد معناه في المكان نتاعك انت وانت زاد ما قصرتش يظهر لي وفرت الظروف الكل الملائمه للفريق. بون لا كيستيون سهله برشا يظهر لي لي زوبجيكتيف نتاع الاتحاد السنه شنو هما لي زوبجيكتيف غيال؟ اي غيال شوف احنا والله صدقني ملا كنا في السعوديه ورغم ان المردود كان يمكن في المقابله الاولى ما كانش باهي، اما راهو كان فما في المقابله الثانيه والثالثه احمد يمكن كان معنا كنت موجود في السعوديه المقابله الثانيه والثالثه كان فما بوادر نتاع فريق معناتها ينجم يعطي يمكن يعمل نتائج ايجابيه حتى السنه، يمكن هذا الناس الكل كانت تقول لا، اما احنا وقتها نذكر في احنا في السعوديه وهذاك يمكن حتى الحاجه اللي شجعتني مش سلمت معناتها كما نقولوا المهمه هذه، لاني كنت واثق الجمعيه نتاعنا السنه جمعيه باهيه وعندنا لي معناتها خير حتى من عمناول. دونك لي زوبجيكتيف كان اول حاجه معناتها نحصلوا كما نقولوا مرحله التتويج ندخلوا مرحله البلاي اوف، ومن بعد والله ايش باش نقول لك ما نجمش من توا نخسر انا اعطيني ساعه نوصل للمرحله الاوبجيكتيف. ولا علاش انا طرحت السؤال خاطر ديجا معناها نعرفوا سي محمد حتى الاوبجيكتيف تاعو قدوم الاتحاد المنسيري انه يلعب على الالقاب ديجا هذا كان صرح فيه بيان سور كان صرح فيه سورتو بون على الالقاب مركز على الالقاب والكفرو مش مشكل لكن زاد في بعض الاحيان تنجم تتعارض مع سياسه النادي اللي هي باش تمشي بتتر في بيع الملاعبيه دونك لهنا باش يولي معناه فما تضارب بين لا شوف الاوبجيكتيف تاع الكلوب والاوبجيكتيف تاع المدرب. لا هو راه باش نبداو واقعيين راهو ديما راهو الاوبجيكتيف الاول يكون معناتها في كل فرق غالي اخطا الفرق دونك ما نعرفش انا لازمك انت من الاول تحط اوبجيكتيف الاول اللي هو مرحله التتويج. بعد احنا راهو ماناش باش نفرطوا في باش نقوموا نفرطوا في ثلاثه اربعه ملاعبيه راهو احنا نعطيك باش يتم تفريط في الملاعبي وباش يتعوض وباش تم باش نكملوا المسيره نتاعنا احنا الاوبجيكتيف راهو من الاول مع سي محمد الكوتي هذاك هو معناتها احنا كنا ديما فريق الاتحاد المنستيري ديما يلعب معناتها الى اخر جوله معناتها يلعب على لقب هذا ما ان شاء الله معناتها تتوفر زاد سيوله ما تعرف انت باش تلعب الالقاب لازم تكون عندك زاد السيوله اللازمه انت الملاعبيه توا معناتها كل مقابله معناتها بالبريم تاعها معناتها كل ما عندك سامير عندك ذولي شهرين روتار هذه تبع 12 مليون راهي سامير تطاشي معاكم في الهيئه وفي بنيش عندك 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 ذولي ثم شهرين روتار ثم دي بريم مش خالصين دونك فاش تعمل سيتياسيون
ان شاء الله تفرش بكري راك حكيت على الاوبجيكتيف. رد بالك راه عندك جوار عمل ديكلاراسيون مع موزايك قال انا راني نحب نمشي ليكيب ناسيونال نحب نهز التيتر مع اليوسمو فيصل المناعي دونك حاول تخلي الاوبجيكتيف وما بيد متواصل اكثر من لاعبين. انا ما قلتش انا راهو انا مانيش باش نلعب بالالقاب راهو هذا ما قلتوش. انا قلت لك عندي الاوبجيكتيف الاول تاع هو الوصول لمرحله التتويج ومن بعد لكل خطوة بخطوة نوصلوا ساعة نحصلوا هذيك ومن بعد نخدموا كيفاش باش نحصلوا تيتر وباش نحصلوا كذا. واحد ما يكونش معناتها يبدا ينجم ساهله برشا باش يقول لك باش نلعب على تيتر ومن بعد المفيد لازم تكون عندك الاليات ولازم عندك كل شيء باش تنجم تلعب على التيتر هذا. في 30 سكوند كان تعطينا الدات نتاع الندوه الصحفيه الهدف المبتغى من الندوه الصحفيه هذيا. حاول تبيع شويه الندوه الصحفيه نعطيك الاسباس 30 سكوند. اي باهي 30 سكوند باهي. عندنا الندوه الصحفيه ان شاء الله نهار السبت بعد غدوه مدي ساعه في المقر النادي كنت باش نسلطوا فيها الاضواء على الوضعيه الماليه نتاع الفريق. يمكن زاد باش نحكيوا شويه على الكام تاع ابو بكر سار وكيف كيف باش يكون فما حكيت باش تحكيوا ما حكيتهمش لهنا. لا هذاك هو هذاك هو يمكن معناتها باش تكون اكثر في النادي دونك والاكثر الحيز الكبير اللي هو باش نعطيوه للاشتراكات لبيع الاشتراكات تحفيز الجماهير خاطر معناتها بالحق احنا كهيئه تسييريه مانيش باش نكملوا نواصلوا اذا كان ما نوصلوش معناتها للعدد نتاع 3000 على الاقل 3000 اشتراك. عم ناول قداش ثم من اشتراك عم ناول؟ والله عم ناول يمكن فما 500 600 هكا. اي تو كنت 3000 به. على كل حال احنا نحيوك برشا. هذه كانت استضافه اولى ليك في 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 موزايك. يعطيك الصحه بارك الله فيك. طه يقول لي يعطيه الصحه يحب يشكره بالحق والله. طه هذا المخرج الرقمي نتاعنا هو علي يقول لي بالحق معنا ديما نستضيفه. ما تبارك الله عليك سي امير يعطيك الصحه بارك الله فيك. نعرف الهيئه التسييريه صعيبه ياسر 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 في الوضع هذا في البلاد. نعرف المستشار الرسمي الرئيسي نتاعكم عنده مشكل دونك ان شاء الله ربي يوفقكم. واحنا مع الفرق التونسيه الكل في كل ما يستحقون منبر اعلامي للفرق التونسيه الكل دون سونز اكسبسيون. بالضبط بالضبط. انا قلت لك توا مغامره تسير في كره قدم التونسيه الحقيقه يستحق التشجيع من كل النوادي. مغامره نتاع كل دقيقه مش كل نهار وكل اسبوع. باه خلينا جوست باش نكملوا دقيقه ولا اثنين على باباكر سار بعد نمشيو ليكيب ناسيونال. باباكر سار 7 مباريات مع الاتحاد الرياضي المنستيري سنه 680 دقيقه تقريبا. عمناول ولت عمناول كان في بيجي لعب اكثر من 3000 دقيقه لعب 26 ماتش 44 مباراه ما بين زوج مواسم مع الاولمبي البيجي. 47 باه الستاتستيك نتاعي راه ما نغلطش فيهم برشا كيما 12 مليون نتاع شو اسمه راه حطوا ماتش ذاك اللي شو اسمه تقريبا 47 ولا انا في بالي 44 عنده 47 حاسب الكوب انت انا مش حاسب الكوب حاسب الشامبيونات فقط. ما عندوش برشا دي سوليسيون في وسط الميدان. موزاس الكومال ياسر الدريدي وليدات صغار كيما لؤي التراعي. ترى القرار صحيح ولا غلط؟ صحيح ولا غلط ما نجمش نحط روحي في مكان معناها السيد امير معناها لانه يعرف وضعيه النادي صرت الوضعيه الماديه. لكن زاد فما اختيارات بالنسبه للمدرب. المدرب كان صرح معناها انه يلوج على دي بروفيل نتاع ملاعبيه في وسط الميدان صرتو معناها ملاعبيه فيف ملاعبيه معناها صرتو معناها يلعبوا القدام في الجو يتماشى مع اللعب نتاع وطريقه اللعب نتاع الاتحاد المنستيري. الحقيقه نحكيو على الملاعب معنا باباكر سار والارقام نتاعو حتى المردود نتاعو مع الاولمبي البيجي كان مردود مميز تلت المواسم اللي قضاها في الاولمبي البيجي. كان معناها محل متابعه لبرشا فرق تونسيه. في الاخير اختار الاتحاد المنستيري لانه بتتر معناها لو ستيل دو جو اللي مشى ملاعبي فيه انه الاتحاد المنستيري فريق يلعب كوره دونك بتتر يكون المعوض نتاع أمارو. لكن في الأخير معناها كان فما استدام بالواقع اللي هو معناها بعد قدوم المدرب دونك ما يمشيش في اللي بلون بتاع المدرب. ولهنا زادة راو تحلوا في قوس صغير زادة في بعض معناها الهيئات المديرة والهيئات التسييرية انها تختار الملاعبية قبل ما تجيب المدرب. دونك لهنا نفضل انه ديما المدرب هو اللي يقوم بالانتدابات لانه زاد كيف كيف معناها تكلف مصاريف باهظه على النادي. دونك من الافضل انه المدرب هو اللي يختار الملاعبين اللي يجيبهم. باهي باباكر سار كنا نحكي ولا لا باش نسالك سؤال جورناليستيكمون بارلون كصحافي متابع للشان العام الشان الرياضي العام. ملاعبي اترونجي يخسر 12 مليون 12000 دينار بخلاف البريم اللي خذاها هو عكس اصدقائه اللي صبروا مع السيتياسيون تاع الفريق. عملوا في باجا عمل براتيكمون نفس الحاجه سنين قال انا ما نخلصش ما نقعدش واول الموسم كي ما خذاش الجزء الاول من المنحه نتاعو كيف كيف قال ما نترناش.
هو الحقيقة الملاعب هذا من اللي بدا في السنغال اللي كيبات اللي خرج منه ديما خرج معناتها كونترا ليبر مع عمره ما دامت ما صار معناتها شارينو من ايكيب ليكيب. تجربته المهمة كانت في ماتونغيت في الدوري رابطة الأبطال اللي نتفكروه مع مجموعة الترجي مجموعة اتحاد العاصمة الجزائري وقتها والزمالك. هذيك التجربة المهمة شوية بالنسبة للأولمبي البيجي عمناه. الحقيقة أنا كنت نستنى منه أكثر سنين من المستير ولكن يبدو أن المنافسة صعبة وما نجمش روحه مع الوضعية الصعبة المستير نهاية طبيعية للمسيرة الملاعب هذا يلقى الخير. ما تنجمش تقول حاجة أخرى أنه أهل المستير أدرى بشعابها. واضح واضح. سكرنا الملف نتاع الاتحاد الرياضي المنستيري بابكر سار والدعوه اللي كانت بوجه بها رئيس الهيئه التسييريه امير حازم للندوه الصحفيه وللمستشارين. نمشي ونحلوا ملف اخر ملف المنتخب الوطني التونسي. ريكاب سبور ريكاب سبور كل يوم من الاثنين الجمعه من 6:30 ل 7:30 غدوة المنتخب الوطني التونسي يبدأ حملته في الترشح نحو كأس العالم 2026. يا خيبة المسعد كمان تعديوش في 48 منتخب والستاربين منتخب ما تعديوش كأس العالم هذية. طارق تحطنا دون لكادر جيني رقبل نوص ونحكيه على التشكيلة ومهام المباراة. هذه تبدأ تبدأ غدوة إن شاء الله توفى في 2025 معناتها على عامين. هذه بشكون أطول تصفيات كأس عالم من اللي بدأ من عام 30. الحقيقة المنتخب الوطني في مجموعة متوسطة جدا إذا مش متناول رغين الاستوائية البارح طارق. هو مش غير يسويه هو تو اللوزوتو قاعد شد نيجيريا 1-1 تمش بلانتي تمش ورقه حمراء خايم معناتها مازال ثواني على نهايه المباراه زير حتى الدقيقه لحظه برك قول لي هذه فيش بلانتي ولا ورقه حمراء؟ لا خطر الحكم تونسي رغم محرز الملكي اما جاي مركز البونتو جاي يتعدى من البطوله التونسيه من الدسفاخسي خصم العدل الاهلي كيف منتخب الجزائر زاد كيف قال لاقي صعوبات حتى دقيقه 80 مع منتخب الصومال بهذاك يبين لك رغم اللي صوتوا 100% في 186 ترتيبها في الفيفا رغم اللي نتائجها معناتها هزيله جدا وتاريخ في كره القدم يعني خسرت مع نيجيريا في تصفيات كان هذه 10 بلاش ومن بعد 6 بلاش اخر نتيجه ايجابيه عملت مع سيراليون عملت سيري متقدم ماتش في مارس 20-30 كلهم ماتشوات معناتها متاع 5-0 2-2 بلاش 3-3 عملت سيري ذولي شكري متاع 30 ماتش من غير لا هي من 2015 لعبت 30 مقابلة في 24 بان كاديفيت تاريخيا المنتخب هذي الحقيقة ما عندوش قيمة كبيرة فعنده زوز لعبية فقط معناتها اللي بلزوما معروفين واحد يلعب في تيجوانا الوسليا المهاجم في المكسيك وفما المدافع مكسيكي تيجوانا ايه وعنده سواريز اللي يلعب ديفونسور يلعب في فنلندا البقيه معناتها ملاعبيه ديفيزيون 3 و 2 ذولي بورتوغال نو اوكي لا تيجوانا ترى يلعب المهم يمشيش يجي واحد فيهم يحرق من تونس لا ما نتصورش هذوما اغلبيتهم عندهم من جنسيه مزدوجه ما صوتومي وعندهم من البرتغال يعني ما نتصورش مش كيما السومال حاليا ما نتصورش انهم باش يحرق واحد من هوني انا اللي نبه له خاصه انا جبت المثال نتاع الجزائر والصوماليا واللوزوت ونيجيريا الجديه لانه تعرف هذه تصفيات كاس عالم رغم الظروف في التربص هذه المنتخب كما حكينا البارح ظروف صعيبه شويه وفما تنسيون كبيره وفما اصابات وفما غيابات وفما لاعبيه جدد الحقيقه المنتخب لازم يركزوا برشا على مباراه غدوه مهما تبدو سهوله الماتش وحتى المنافس الجاي في الملاوي في الملاوي منافس صحيح بعيد على المرتبه 123 في ترتيب الفيفا يظهر متناول ولكن زادا يلزم تركيز هذه مباراة رسمية تصفيات كأس العالم تونس يلزمها تكون على رأس المجموعة باش ترشح لكأس العالم واضح جدا مشكور شكرا لويس ليال كان يلعب عندنا شكون مهاجم بتاع مهاجم كان يلعب في تيروانا وتوا يلعب في روتوندو 4 ديفيزيون في ايطاليا كان لاعب سابق معنا في نادي الفتح السعودي كان انت لاتاكون لاتاكون ايوه يماركي ولا يضيع برشا لا هو يماركي هو هداف هو مي بون تو فيلاج نتاعو 36 سنه هو قائد المنتخب دونك يلعب خبره زادة لكن زاد فوالا مش نلقى نفس الكاليتي بتاع الملاعب اللي كان 10 سنين التالي ولا خلينا من سوتومي اللي سيرتانمون انت تعرف شنو ستيل دو جو نتاعها سكو اوفنسيف ديفونسيف ولا غيره لكن اعطيني الاهم التشكيله المحتمله المنتخب الوطني التونسي فيها بشير بن سعيد وجدي كشريد علي العابدي مريح طالبي حافظ على نفس لاكس العيدوني والسخيري رفيعه او في راس بالعربي الاكثريه حسب ما فهمنا باش يكون حمزه رفيعه الطيف والمساكلي لدوزيلي والجويني باش يكون قدام او الخنيسي ولكن الاكثر هو الخنيسي قراءتك الاول للتشكيله ذي قراءة معناها التشكيلة متوازنة 4-2-3 و 4-3-3 هذا اللي اختيار المدرب جلال القادري خاطر شاف الفريق معناها ساو تومي اللي عنده اون خاصة معناها استراتيجي نتاعو يلعب بابي كان بلوك با يلعب 4-2-3-1 ولا 4-4-2
حتى في بتاتر في الفيزيوناج شافوا الفريق يلعب افيك ان بلوك تري با، يلعب عليه كونتر اتاك، دونك هذاك علاش خيرنا باش نلعبوا بثلاثه القدام سورتو وزوز معنا ملاعبي اللي هما عيدوني ورفيع افيك اون فوكاسيون بلوز اوفنسيف. نتصور انه السخيري باش يكون معناها ملاعب سنتينيل اللي ديما قدام ديفونس مع تلعب بيان سور كشريده والعابي، يظهر لي اختيارات معناها سون ايكيب اكيليبري فيها معناها سور لو كوتي مع الكوتي اوفنسيف، ما عندك ملاعبي كوتي ديفونسيف كيف كيف، يعني ديما تعرف فما مفاجئات بتتر نجم تسجل لك هدف الفريق هذا على كره ثابته ولا على حاجه، دونك ديما عندك تخسر 10-0 و6-0 و5-0 باش تمركي لك في رادس. في كره القدم كل شيء جاهز. قبيله تفرجوا في المنتخب القطري يلعب مع منتخب افغانستان، المنتخب القطري سجل الهدف الاولاني بعد بدقيقه، المنتخب افغانستان سجل هدف التعادل لكن بعد نتيجه وفات 8-1 من غير ما تقعد لوي. تفسرون ثم حتى السودان وتوغو 1-1. طارق اليوم شهر ونص على الكان، زوج مباريات نتاع الجوله الاولى والجوله الثانيه من مباريات تصفيه كاس العالم، حسب رايك انت كمتابع للمنتخب منذ سنوات وسنوات قبل ما تكون صحفي محب زاد المنتخب الوطني التونسي، يلزمنا اليوم نفهموا شنو هي التشكيله، شنو هي الفورماسيون، يلعب ثلاثه في اللاكس زوج في اللاكس، توا ستابيليتي ولا مازال؟ خاصه اول حاجه تبدا لي بها تعليقك على تغيير حارس المرمى. والله هو انا استغربت الحقيقه كي سمعت اسم بشير بن سعيد في المحتمله طبعا لانه مش هذا مش تشكيك في بشير بن سعيد. بشير سعيد كان حارس منتخب التونسي في الكان الاخرانيه، ولكن منذ اشهر دحمان هو الحارس الاول للمنتخب، ودعوته رغم مشاكله مع الليكيب تاعو في السعوديه، دعوته تاكيد على انه جلال القدري مازال عنده فيه ثقه انه يلعبوا وما يلعبوش غدوه. هذا يتحط في الشكل حقيقه انا مستغربها شويه، معناتها انه علاش عيطلو اذا انت مش باش تعمل عليه، تنشوفوا غدوه شكون على شكون تحكي على الدحمان. انا ايه قال لك سليم عاشور سي تانكا بار اي ما حكينا فيها البارح، قلت لك الحقيقه اذا فما كام مثلا ما استدعاش المنتخب الوطني اللي تحب استابيليتي اليوم استابيليتي تعمل عليه، علاش كيما علاش كنت قلت بروبابلي لحد الان معناتها من نحطوها في الاكثريه هكا الاكثريه باش بس اي هو انا اللي مقلقني اكثر، سامحني شكري اللي مقلقني اكثر انه الى حد الان الجامعه ما عملتش العاده انه تحل مباراه المنتخب للجمهور. ليه استنى غدوه بتغدوه بتسكر بالك شي غدوه يحلوها، راهو شو الاقبال ضعيف جدا. هذا ايش قلت لك انا؟ تعرف ظروف التوانسه توا بالضبط وليل ورادس بعيده وكذا اكثر من هذا. هذاك علاش لازم نشجعوا؟ فوالا ثمانيه نتاع الليل في رادس زاد تنجم تخوف شويه. اكسيال تبدل له الجارديان تقلق؟ لا كيفاش؟ خاطر ديجا لعبوا مع بعضهم. ايوه ما انت اذا كان عندك انت اونشينيت 10 ماتشات مثلا ولا 8 ما نعرفش قداش دحمان تو الاخرين قداش لعب مع ليكيب ناسيونال مع الاكسيديه مريح الطالبي برغم اللي تبدل كومبوزيون ديفونسيف مره زوج ثلاث. شوف هو تقلق هو الى حد الان هما اللي قلت لك ما تقلقش الى حد الان، خاطر تو براتيكمون المنتخب ديما ثلاثه حراس يدور كل مره يلعب واحد، شفنا معناها سعيد دحمان جات من بيريود معناها تثبت كحارس اول المنتخب، من بعد بيان سور السيتواسيون نتاعو ماهيش واضحه في الحزم، دونك هذاك علاش شفنا معز حسن وتو بشير بن سعيد. لكن يظهر لي الحاجه الباهي انه اولا المنافس مش ما نتصورش انه باش يكون معناها قوي وباش يقلقك للدرجه هذه. ثاني حاجه معناها يظهر لي بن سعيد زاد عنده من الخبره الكافيه اللي خليه ينجم يكون يحكم في الدفاع نتاعو سورتو مع الطالب مريح زوز لاعبين. انت 10 ثواني وعندي سؤال طارق 10 ثواني يمكن سليتي في بلاصه الطايف؟ اي ماهيش 100% هذه التشكيله تقريبا. اي سليتي خير من الطايف ولا كيف نفس الرول ولا من واجب؟ انا بجو بريفير سليتي، خاطر شوف ليكيب هذا بيجيك بيك ان بلوك با، دونك عندك حاجات لازم ترتكز عليها. من الحاجات هذه انك يكون عندك ملاعبي قادر في الان كونترا يعطيك دي سوليوشن، دونك نعيم سليتي نجم يكون اون سوليوشن. 10 ثواني طارق الليست فيها برشا جوارات كونتوني من العقوبه نتاع ثلاثه ولا اربعه ملاعبيه، ترى اللي هما جاوا هكاك معناها ثم ملاعبيه باش يجيو باش يمشيو ماهوش باش يلعبوا، شنو شعور؟ لا هذه فرصتهم باش يثبتوا وجودهم ويأكدوا انهم يستحقوا الدعوه هذه، وعلاش لا معناتها فكوا هذا كله جراتاج تو اي ملاعب تو يجي، فما مازال شهر وشويه على كاس افريقيا الامم الحقيقه اي ملاعب لازم يشد بيديه وبساقيه وبسنيه في الدعوه هذه ويثبت انه جدير بالمنتخب الوطني. واضح جدا مصر تفوز على جيبوتي 6 بلاش الاهم هو كوادريبلي 4 اهداف لمحمد صلاح. لازم سكور غدوه راهو لتحسين الكلاسيك نتاعنا. شكرا ليك شكري. شكرا لك طارق علي طه زياد مشكورين جدا، غدوه ان شاء الله يرجع لكم حيدر، نترو تنجموا تستمتعوا بالاخبار وتنجموا تستمتعوا زياده مع شاكر في موزايك بلس.